إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعب. هذا البث المباشر هنا مباشرة من أعلى نقطة على مستوى الحمامة البيضاء، نتواجد بالضبط بالهضبة المطلة متابعينا الكرام من القصبة والمطلة على مدينة تطوان. من هذه النقطة متابعينا الكرام يمكن لكم أنكم تشوفوا مدينة تطوان الحمامة البيضاء بالكامل متابعينا الكرام، بالجميع ديال الأحياء ديالها، بجميع ديال المنازل ديالها، وبجميع الشوارع ديالها والطرقات ديالها كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور، من خلال هذا البث المباشر. وكذلك بالإمكان ديالكم أنكم تشوفوا متابعينا الكرام حتى مدينة مرتيل كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. هذا جزء من مدينة مرتيل، وهذه يعني القبة اللي كاينة على مستوى شاطئ كابو نيغرو أو الرأس الأسود متابعينا الكرام. بالنسبة للناس اللي يعني بغاو هذا المكان البانورامي الجميل جدا باش أنهم يجيو ليلو ويبغيو أنهم متابعينا الكرام يعني يتمتعوا بهذا المنظر البانورامي الجميل ديال الحمامة البيضاء، فما عليهم سوى أنهم يجيو على مستوى المقبرة الإسلامية بن كيران أو فوق باب المقابر إحدى الأبواب السبعة للحمامة البيضاء، فبالإمكان ديالهم أنهم يتمتعوا بواحد المنظر بانورامي اللي هو جميل جدا متابعينا الكرام، خصوصا خلال فترة الليل حيث تكون الأضواء متابعينا الكرام تزين جميع شوارع وأزقة الحمامة البيضاء وكذلك مدينة مرتيل، بالإضافة إلى المنتجع السياحي كابو نيغرو. إذا بقوا معنا متابعينا الكرام، غادي نحاولوا أننا نهبطوا شوية تحت باش نشوفوا الأجواء وتشوفوا كذلك هذا المنظر البانورامي الجميل ديال الحمامة البيضاء من أعلى نقطة هنا بالحمامة البيضاء. إذن هذا هو جزء من الحمامة البيضاء من مدينة تطوان كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شرطة بقناة الشعب. هذه كلها أزقة وشوارع خاصة بمدينة تطوان كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. هذا طبيعة الحال الصور الخاص بالمدينة العتيقة، وهذا الملعب ديال باب جيف وباقي شوارع الحمامة البيضاء متابعينا الكرام. فابقوا معنا من خلال هذا البث المباشر، يعني هذه المدينة العتيقة كيف كتشاهدوا معنا داخل أسوار داخل أسوار المدينة العتيقة، وبالجانب ديالها كاين المقبرة الإسلامية متابعينا الكرام، وبالجانب ديالها كاين حي الإنساتشي اللي معروف بمدينة تطوان متابعينا الكرام. عفوا. إذا كيف قلت متابعينا الكرام، هذه النقطة بالإمكان ديالكم أنكم تشوفوا تطوان كاملة، تشوفوا الحمامة البيضاء كاملة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور متابعينا الكرام، من هذه أعلى نقطة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور من خلال هذا البث المباشر. يعني منظر بانورامي جميل ورائع جدا متابعينا الكرام للحمامة البيضاء، يعني بالإمكان ديالكم أنكم تشوفوا الحمامة البيضاء من هذه الأعلى نقطة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. غادي نحاولوا متابعينا الكرام نشوفوا المناطق الاخرى التابعه للحمامه البيضاء كيف كتشاهدوا معنا. هذه هي الحي ديال الولايه وسافير والطويلاع ابو جراح وزيانه سنياد الرمل توتا حوض طنجاوة وباقي الأحياء الأخرى متابعينا الكرام. غادي نحاول أنني نزومي، أنا نحاول نزومي. هذه هي مدينة مرتيل الجميلة متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب. هذه المنازل اللي كتوجد يعني على مستوى يعني النقطة الأقصى متابعينا الكرام، هذه كلها تابعة لشاطئ مدينة مرتيل كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. هذه كلها مدينة مرتيل، هذا هو البرج ديال الماء اللي كاين على مستوى مدخل حي الديزة، هذا هو حي الديزة متابعينا الكرام، هذا هو مطار تطوان اللي أصبح دولي
يعني من هذه النقطة متابعينا الكرام يمكن لكم أنكم تشوفوا مدينة تطوان وكذلك مدينة مرتيل. هذا هو واد المحنش الذي يصب في شاطئ مدينة مرتيل متابعينا الكرام. هذا هو شاطئ مولاي عبد السلام أو سيدي عبد السلام. هذه أجزاء متابعينا الكرام التابعة لشاطئ أزلا وصولا متابعينا الكرام إلى مدينة تطوان. هذا هو الواد ديال المحنش كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور. هذه هي القنطرة اللي كدي الجانب من حي أكويلما. إذا هذا المكان متابعينا الكرام هذه النقطة اللي كنتواجدوا فيها فبالإمكان ديالكم أنكم تشوفوا تطوان كاملة. غادي نرجع متابعينا الكرام بالكاميرا ديالي وغادي نحاول أنني نركز على شاطئ كابو نيغرو أو الرأس الأسود. هذا هو شاطئ كابو نيغرو أو الرأس الأسود متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. كيف قلت فبالإمكان ديالكم في هذا المكان أنكم تشوفوا تطوان ومرتيل وكابو نيغرو متابعينا الكرام. يعني بلا ما تسافر ما تشد لا طوبيس لا تاكسي غير هذه النقطة متابعينا الكرام بالإمكان ديالك أنك تشوف البحر ديال مدينة مرتيل وتشوف البحر ديال شاطئ كابو نيغرو وكذلك شاطئ سيدي عبد السلام وكذلك شاطئ أزلا متابعينا الكرام وكذلك تشوف جميع أحياء الحمامة البيضاء بما فيها متابعينا الكرام المدينة العتيقة ديال مدينة تطوان أي يعني داخل أسوار المدينة العتيقة إلى جانب أنك تشوف متابعينا الكرام يعني الزرقاء أو منتجع الزرقاء متابعينا الكرام أو عين الزرقاء كذلك تشوف متابعينا الكرام بوعنان يعني والجبال ديالها ديال غورغيز يعني في اللحظة اللي كطيح فيها الثلوج على مستوى منطقة أو نقطة الإداعة على مستوى جبال غورغيز. يعني شوفوا هذا المنظر البانورامي الرائع والجميل جدا ديال الحمامة البيضاء متابعينا الكرام كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. يعني صور جميلة جدا ومنظر بانورامي رائع جدا متابعينا الكرام بالنسبة للناس اللي كيبحثوا أنهم يمتعوا عيناتهم ويبغيو أنهم متابعينا الكرام يشوفوا جمالية هذه المدينة خصوصا خلال فترة الليل فكتكون أو كيكون واحد المنظر بانورامي اللي هو رائع ورائع جدا متابعينا الكرام. متابعينا الكرام لازلنا في هذا البث المباشر وبغينا التعليقات ديالكم شكون زار هذه المنطقة اللي كنتواجدوا فيها على مستوى القصبة بالضبط أو رياض القصبة يعني مدخل حي البربورين. حنا كنتواجدوا الآن بالداخل يعني المقبرة الإسلامية باش ننقل لكم هذه الأجواء كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور ومن خلال هذا البث المباشر. أجواء اللي هي جميلة جدا وصور اللي هي جميلة جدا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام بهذه النقطة بالإمكان ديالك أنك تشوف شاطئ مدينة مرتيل وكذلك شاطئ كابو نيغرو أو الرأس الأسود وكذلك تشوف مدينة تطوان بالكامل متابعينا الكرام. ورياح قوية كتشهد هذه المنطقة لأنها جات عالية بزاف متابعينا الكرام وحتى الطقس هو بارد نوعا ما هنا بمدينة تطوان خصوصا في هذا المكان اللي هو مرتفع فكتكون البرودة أكثر. يعني منظر جميل جدا متابعينا الكرام ونحن نتواجد بهذه النقطة العالية كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. إذا متابعينا الكرام نتمنى أنكم تكونوا قضيتوا معنا فترات اللي هي جميلة جدا من خلال هذا البث المباشر واللي حاولت من خلاله أنني يعني نقربكم أكثر بهذا المنظر البانورامي الجميل والرائع ديال الحمامة البيضاء من أعلى نقطة هنا على مستوى هضبة القصبة اللي معروفة هنا بمدينة تطوان متابعينا الكرام. بالنسبة للناس اللي بغاو أنهم يزوروا هذه المنطقة باش أنهم يستمتعوا بهذا المنظر البانورامي فإذا سولوا أي تطواني أو أي تاكسي أنه يوصلهم هذه المنطقة ديال القصبة فهم مباشرة من غادي يوصلوا للقصبة فغادي يلقاو رياض اللي هو يطل على الحمامة البيضاء وكذلك شاطئ مدينة مرتيل المضيق وكذلك شاطئ أزلا وشاطئ سيدي عبد السلام.
قلت متابعينا الكرام، فمن هذه النقطة بالإمكان ديالك أنك تشوف مدينة مرتين. هذوما البنايات ديال مدينة مرتين كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. هذه كلها بنايات وعمارات ومنازل تابعة لمدينة مرتين متابعينا الكرام. وهذا الأزرق الغامق هو بحر شاطئ مدينة مرتين. وكذلك بالإمكان ديالكم أنكم تشوفوا شاطئ كابو نيغرو كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور. هذا هو شاطئ كابو نيغرو بهذه القبة اللي موجودة على مستوى غابة كودية الطيفور. يعني بلا ما تشد التاكسي بلا ما تشد الطوبيس، يعني من هذه النقطة هذه بالإمكان ديالك أنك تستمتع بمشاهدة بحر مرتيل وكذلك بحر كابو نيغرو وكذلك شاطئ مولاي عبد السلام. هذا هو شاطئ مولاي عبد السلام متابعينا الكرام. هذه المنازل اللي هي صغيرة، شاطئ اللي هو واعد وللإشارة متابعينا الكرام، فغادي يتم فتح كورنيش يعني من مدينة مرتيل نحو شاطئ مولاي عبد السلام مرورا الى شاطئ أزلا. هذا هو شاطئ أزلا متابعينا الكرام، فين كاين هذه المنازل المتفرقه. وهذا متابعينا الكرام هذه مدينه تطوان كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور، يعني اللي كنتواجدوا فيها في هذه النقطه اللي بالامكان ديالنا اننا نشوفوا كيف قلنا مدينه تطوان وشاطئ مدينه مرتين. وهذه المدينه العتيقه متابعينا الكرام. إذا متابعي قناة شوف تابعي قناة الشعب، نتمنى أن نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.